السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. الدرس بعنوان معارض أحب بلدي. أعطت المعلمة التلاميذ خريطة مصر وطلبت منهم تلوينها لعرضها في معرض أحب بلدي. يعني إيه كلمة معرض؟ معرض مكان بنعرض فيه المنتجات بتاعتنا، ممكن نعلق فيه لوحات، ممكن لو حد بيعرف يعمل شغل يدوي نعلقه فيه، يبقى كلمة معرض مكان لعرض المنتجات. المعلمة ادت التلاميذ بتوعها، اعطت لهم منحتهم خرائط، الخريطة دي علشان يلونوها ونعرضها في معرض أحب بلدي. اسم المعرض أحب بلدي. عندما رجعت فرح إلى بيتها بدأت بتلوين الورقة بلونيها المفضلين، الوردي والبنفسجي. قالت فرح: أمي أمي انظري ماذا فعلت. لما رجعت فرح من البيت ومعاها الخريطة لونتها بالألوان المفضلين المحببين ليها اللي هما اللون الوردي واللون البنفسجي. فرح قالت لمامتها: أمي أمي انظري ماذا فعلت. فرحانة بالرسمة بتاعتها والتلوين بتاعها للخريطة وحبت تشارك والدتها. ضحكت الأم وقالت: هذه ألوان جميلة يا فرح، ولكن الخريطة لها ألوان محددة تعبر عن خصائص كل مكان. مامتها ضحكت كده وابتسمت وقالت لها إن الألوان دي حلوة قوي، بس إن الخريطة ما ينفعش نلونها بأي ألوان تعجبنا، مش الألوان اللي احنا بنحبها، الخريطة ليها ألوان معينة وكل لون بيدل على خصائص خاصية. يعني إيه؟ يعني صفة، كل لون بيدل على صفة معينة للمكان اللي هو فيه. قالت فرح بأسف: ولكنني لم أكن أعلم، ساعديني يا أمي كي نجد حلا. أنا مكنتش عارفة يا أمي، بأسف بحزن، ساعديني عشان نلاقي حل. قالت الأم: احضري يا فرح اللون الأزرق للبحار والأنهار، واللون الأخضر للمناطق الزراعية، واللون الأصفر للصحراء. قلنا يا حبايبي ان كل مكان بيدل على خصائص وصفات المكان اللي هو موجود فيه، كل لون بيدل على صفات المكان الموجود فيه. يعني مثلا اللون الازرق ده لون البحار والمحيطات، فعلى الخريطة اللون الازرق ده بنكون عارفين ان هو لون البحار والمحيطات. اللون الاخضر بنلون بيه المناطق الزراعية، المناطق الخضراء. اللون الاصفر، اللون الاصفر ده بيدل على الصحراء. يبقى احنا لما نلاقي لون ازرق في الخريطه نعرف ان ده مكان البحار والمحيطات، ولما نلاقي اللون الاخضر نعرف ان ده مكان المناطق اللي فيها زرع، المناطق الزراعيه، واللون الاصفر نعرف ان ده لون الصحراء. هيا نرسم خريطه اخرى لتقومي بتلوينها. مامتها بتقول لها: يلا نرسم خريطه ثانيه علشان انت تلونيها بالالوان الصحيحه للخريطه اللي بتدل على معالم وصفات وخصائص كل مكان. شكرت فرح امها وقالت: الحمد لله لقد وجدنا حلا للمشكله. الحمد لله، فرح بتشكر ربنا ان هي لقت حل للمشكله. تعالوا نعرف مع بعض معاني الكلمات. اعطت منحت، اعطت منحت. خريطه رسم يوضح معالم مكان. يعني ايه كلمه خريطه؟ الخريطه ده رسم بيوضح معالم منطقه او مكان. معرض مكان لعرض المنتجات، مكان تعرض فيه المنتجات. المفضل المحبب، محدده مخصصه، محدده مخصصه. خصائص صفات، خصائص صفات، لكل مكان خصائص، لكل مكان صفات. باسف بحزن. تعالوا نعرف الكلمه وعكسها. أعطت منحت، يبقى عكسها أخذت. أحب أكره. رجعت ذهبت، رجعت ذهبت. بأسف بفرح، بأسف بفرح. ضحكت بكت، ضحكت بكت. نجد نجد نفتقد، نجد نفتقد. المشكلة الحل، المشكلة الحل. تعالوا نعرف الكلمة ومفردها. تلاميذ دي كلمة جمع. يعني ايه جمع؟ الجمع ثلاثة فأكثر. التلاميذ مفردها التلميذ، الوان لون، البحار البحر، الأنهار النهر، المناطق المنطقة. الكلمة وجمعها، تعالوا بقى احنا اللي نطلع الجمع للمفرد. خريطة خرائط، معرض معارض، معرض معارض، حل حلول، حل حلول، مشكلة مشكلات، بيت بيوت، بيت بيوت.
تعالوا كده نعرف الأسئلة مع بعض ونرجع القصة مرة كمان. ماذا أعطت المعلمة التلاميذ؟ فاكرين المعلمة أدت التلاميذ إيه؟ أعطت المعلمة التلاميذ خريطة مصر. لماذا طلبت المعلمة تلوين الخريطة؟ هي طلبت تلوين الخريطة ليه؟ طلبت تلوين الخريطة لعرضها في معرض أحبوا بلدي، يعني لون الخريطة عشان هنعرضها في معرض أحبوا بلدي. كيف لونت فرح الخريطة؟ إزاي لونت فرح الخريطة؟ برافو، لونت فرح الخريطة بلونيها المفضلين، الوردي والبنفسجي. الألوان اللي فرح بتحبها، اللون الوردي واللون البنفسجي. ماذا قالت الأم لفرح؟ قالت الأم لفرح أن الخريطة لها ألوان محددة تعبر عن خصائص كل مكان، لكل لون على الخريطة بيدل على صفات مكان اللي هو موجود فيه. على ما يدل اللون الأزرق والأخضر والأصفر في الخريطة؟ اللون الأزرق تلون به البحار والأنهار، اللون الأخضر تلون به المناطق الزراعية، اللون الأصفر تلون به الصحراء. شايفين الخريطة؟ اللون الأزرق ده معناه ان دي، برافو عليكم، ودي بحار وأنهار ومحيطات، واللون الأصفر يدل على الصحراء، واللون الأخضر يدل على المناطق الزراعية. أعطت ده إيه؟ أعطت ده فعل ماضي والمضارع منها يعطي. المعلمة، إحنا عارفين إن من علامات الاسم يكون الكلمة أولها ألف ولام، أو ينفع أنا أحط لها ألف ولام، أو آخرها تاء مربوطة. يبقى المعلمة فيها اثنين من علامات الاسم، ألف واللام والتاء المربوطة، وهي لام قمرية، لأن الميم من حروف الميم من حروف الإيه؟ القمرية. طيب التلاميذ أولها ألف ولام تبقى اسم من الأسماء، وهي لام شمسية والتاء عليها شدة. برافو عليكم، لأن حروف اللام الشمسية بعد الألف واللام يكون عليها شدة، واللام القمرية اللام يكون عليها سكون وبها مد بالألف. برافو عليكم. طيب وبها مد أيضا بالياء. خريطة دي آخرها تاء مربوطة، وهي كلمة اسم وبها مد بالياء، والحرف الممدود الراء. مصر أي اسم دولة تعتبر اسم، أي اسم دولة، اسم إنسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، طيور، بلاد، تعتبر من الأسماء. طلبت حاجة حصلت وانتهت. طلبت دي فعل ماضي، والتاء تدل على المؤنث، تاء التأنيث، منها من حرف جر وهم ضمير. تلوينها ده اسم وبها مد بالياء وبها مد بالألف. تلوينها ممكن أقول التلوين، فكده الكلمة اسم لأن هي قبلت دخول الألف واللام عليها. في ده حرف جر، برافو عليكم، وفيها مد بالياء. تعالوا كده نحل مع بعض أسئلة الكتاب. صل كل كلمة بالصورة المناسبة لها، بالصورة المناسبة. معرض صور، مكان تعرض فيه الصور. معرض كتب، مكان تعرض به الكتب. ومعرض الأزهار، معرض الأزهار، مكان يوجد به أزهار. صل كل كلمة بمعناها. تعلمت كيف أرسم خريطة مصر. خريطة، برافو عليكم، رسم يوضح معالم منطقة. ذهبت مع أمي إلى معرض الأزهار. معرض، مكان تعرض به المنتجات. طيب الكرة هي لعبتي المفضلة، يعني إيه المفضلة؟ المحببة. برافو عليكم. من أهم خصائص الطيور الأجنحة والريش. خصائص يعني صفات. برافو عليكم. شعرت بأسف لمرض جدي. أسف بحزن. برافو. تخيل الصواب مما بين القوسين. ستعرض فرح خريطة مصر في معرض النادي ولا أحب بلدي ولا البيت أحب بلدي؟ في البداية لونت فرح الخريطة باللونين الأخضر والأزرق ولا الوردي والبنفسجي؟ الوردي والبنفسجي. اكمل ما يلي. اللون الأزرق في الخريطة يدل على، برافو عليكم، يدل على الماء، بحار ومحيطات. واللون ايه الأخضر يدل على المناطق الزراعية. برافو عليكم. واللون الأصفر بيدل على ايه؟ برافو، على الصحراء. صل بين المحافظة وما يناسبها. محافظة جنوب سيناء، برافو عليكم، محافظة جنوب سيناء فيها مياه، الصورة اللي فيها مياه ديت. محافظة الشرقية، برافو عليكم، الصورة الخضراء اللي فيها الزرع، الوادي الجديد لأنها توجد في الصحراء، فنوصلها بالصورة الأولى.
عبر عن صور المحافظة السابقة كالمثال: تتميز جنوب سيناء بموقعها على البحر الأحمر. محافظة جنوب سيناء توجد فين؟ تقع على البحر الأحمر. تتميز الشرقية بالمحافظات، احنا شفناها بالإيه؟ بالزراعة. تتميز محافظة الوادي الجديد بأنها فين؟ في الصحراء. طيب ضع عنوان جديدا للقصة. ممكن نقول ان القصة بعنوان ايه؟ القصة بعنوان خريطة مصر. برافو عليكم، لان احنا عرفنا منها ايه؟ عرفنا منها اماكن كتير على الخريطة. اقرأ ولاحظ، بصوا كده بقى واسمعوا معايا كويس. ما اجمل السيارة، ما احلى الحلوى، ما اروع الطائرة. ده اسمه ايه؟ ما، ركزوا كده معايا، ده اسمه اسلوب تعجب. اسلوب التعجب بتعجب من حاجة، بندهش منها. طب بيتكون من ايه؟ اول حاجة يتكون من ما التعجبية، وبعدها فعل على وزن افعل. الفعل على وزن افعل، اجمل واحلى واروع واصغر واكبر، وفي نهاية الجملة علامة تعجب. طيب ما اجمل السيارة، وفي النهاية علامة تعجب. ما احلى الحلوى، ما وبعديها فعل على وزن افعل، وبعديها علامة التعجب. اروع الطائرة، أروع ما وأروع وعلامة التعجب. انظر إلى هديتك وعبر عنها كما في الأمثلة السابقة. ما أجمل ألوان التاج، برافو عليكم. ما وكلمة على وزن أفعل وعلامة التعجب. ما أروع الحلي، الحلي اللي موجود دوت متعجب من جماله. ما أفضل لاعب الكرة. اختر علامات الترقيم المناسبة. احنا عارفين ان اخر لما يكون سؤال اخره علامة استفهام، لما تكون جملة تعجبية بنحط اخرها علامة التعجب، عصاية تحتيها نقطة، ولما يكون جملة عادية بنحط اخرها نقطة. هل ذهبت الى الاسكندرية؟ سؤال، نحط علامة استفهام. ما اروع شاطئ البحر، ما اروع وما اكمل وما احسن، ودي ايه؟ اسلوب تعجب، هنحط علامة تعجب. بلدي مصر به مناطق جميلة ومميزة، هنحط اخرها نقطة. صف الصورة مستخدما أسلوب التعجب كما كالمثال. ما أروع الجو، الجو مشمس وجميل. تعالوا كده نوصف الصورة دي، نقول إيه؟ ما أجمل ألوان السماء، ما أوسع الصحراء، ما أبهى الأشجار الخضراء. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، معرض أحبه